الرسمي باسم اتحاد شباب الثوره واللجان الشعبيه. هو طبعا اكيد النهارده القوى الثوريه كلها اتجمعت عشان ترفض المجالس المحليه اللي يتم تشكيلها او تعيينها، بمعنى اصح المحافظه يكون معظمها فوز زي ما احنا شفنا. اكيد بترفض ان يكون في ممثلين او تعطي باسماء وارقام وبطاقات القوى الثوريه. نعتبر دوت يعتبر خيانه او حصر القوى الثوريه في الصوماليه. احنا بنرفض ده تماما. بنهيب النهارده كان المفروض ان في اجتماع السيد المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام مساعد يحضروا عشان نناقش هذه الموضوعات، محدش حضر الا المكتب الفني ورفضنا التعامل معاه. احنا عايزين سياده المحافظ او انتوا رحتوا اتكلمتوا كتير مع المحافظ ولا ما لقيتش اهتمام؟ لا حضرتك احنا تواصلنا، بس اكيد اللي حصل في الفتره الاخيره ان احنا ما شفناش اي تغيير من التنفيذيين. الثوره حصلت من 8 شهور، ما شفناش اي شيء. التنفيذيين هم خيارات الحزب الوطني زي ما هي. المواطن التعبان ابتدى يسهر على الثوره وفاكر ان الثوره هي السبب اللي حصل له، مش فاهم ان اللي بيحصل ده تباطؤ التنفيذيين، هم مش بيشغلوهم، او بمعنى اصح الفاسدين اللي لسه في اماكنهم. بنطلب من هنا باقاله جميع الفاسدين واقاله جميع قيادات الحزب الوطني الموجوده وتغيير السكرتير العام والمحافظه والسكرتير.